انا هنا اسمي الاستاذ سامي مدير الاداره اللي انتوا شغالين فيها هنا. ما جيتش تعينت هنا بالفهلوه ولا بالواسطه، عشان كده انا هعتبر اللي انت قلته ده زاله لسان وهفوتها المره دي، لكن لو اتكررت تاني قسما عظما ساتخذ ضدك كل الاجراءات الرسميه وهزعلك. هزعلك يا صالح. يلا كله على مكتبه. صباح الفل يا شباب. اتنين مشبرين ازقروا هنايا. احلى اتنين مشبرين لاحلى شباب. اتفضلوا اتفضلوا كده، حسابكم 200 جنيه ها. زيرو ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زيرو. هنايا احلى جبين لاحلى شباب. اتفضلوا مولعهم. نبقى كابتن الله يخليك، مش عايز تبات على الارض ها، احترموا المكان ها. جبات مرلوله، جبات مرلوله. ممكن شوكولاته يا عمو زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو؟ انت فاكر يا ابن نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم يا انت طامن النضارات ده من هنا، امشي اتكلوا على الله. روح ذاكر لكم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه. يلا انت قوم من هنا. استنى يا انت غاد ابن سايب باطو صح؟ اه اقعد، انا شايف فيك مشروع شابح. اقعد اقعد العب وببلاش كمان. حاضر. جباك مرلوله، جباك مرلوله. زيرو ابو صالح حبيب قلبي، معايا حاجه حلوه قوي قوي. الله يخرب بيتك الدنيا، انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك. واروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. ده انت هتفيحني ولا ايه؟ كده وريني كده برشام. انت مش قايل انك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي، لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده. حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ واحد ودينا في ده. الله يخرب بيتك. بقول لك ايه، خف رجلي شويه وعامل زمانه جاي، ولو جه هيتجنن علينا. يلا يابا انت من هنا يا ابني. يلا يابا اخويا هنفتح عياده. يلا يابا سلمني على سايب باطو. ها وقول له يغسل باطو. حاضر. يا سلام. ايه رايك يا روايح الزمن الجميل هاف هافي، وخدينا للماضي وسحره الخفي. اسمها ايه اللي الصفه دي؟ شركه الكهرباء. وانا اقول فولتها لي عالي. ايه يا جماعه؟ طبعا الفل. الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا قافلين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر، ينفع الكلام ده؟ ينفع. تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. بعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ارحم ارحم. ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه، يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك افتضح. ما تبقاش كلام فارغ بقى. يا جماعه احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. اهدى يا عمور اهدى، فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. اه زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. ده يا عموره ايه بقت كده فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكره كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي. بعدين يا معلم احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجه تنفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى على ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب على رواقه. حوارات انا برضه. اقول لك العب. ادي الدراع لعمك عمرو يدخل يلعب. يلا. لا يا حماد العب. بس يلا. تعالى هتلعب. عم زيرو. حبيب قلبي. ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي الدراعات كانت معلقه. صباح الفل يا زيرو. صباحك ابيض. الا الماتش خلص كام كام؟ بيت ما تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش. هو ده بجد؟ اللي حصل ده بجد؟ ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا ساذج يالا، ماتش ايه اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالطي. صباح ابيض. صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحله دي بس يا صاحبي؟ ايه اللي وصلنا للمرحله دي بس؟ طلعت ايه؟ الارسنال. اتفضل. ايوه يا استاذ سامي، خير؟ أنا أنت كنت عاوزنا؟ لا أبدا مفيش. كان في فيديو بس لسه جاي لي، مش عاوز أتفرج عليه لوحدي، فقلت أتفرج عليه معاكم. يا ابن اللعيبة هنا؟ أيوه هنا وفي أي حتة، أنا ما يهمنيش. أنت يا مش بطلت الأفلام دي من زمان؟ مش الأفلام دي، ده فيديو صغير كده بعتهولي بتاع الأمن، عاوز أتفرج عليه معاكم. ماشي يلا. شوف. يلا بينا. إيه رأيك كده؟
ايه ده مين دول؟ والله ده انا كنت مربط رباط الجزمة. بص بص تعالى. ايه بقى ده؟ كنت مربط الفرد التانية. طب وكده؟ لا كده بيتفس الكاوتش. مفيش كلام يتقال، ما هما فردتين جزمة. استاذ سامي انا هشرح لك كل حاجة. لا لا ما تشرحش وما تبررش حاجة. زي ما انت شايف يعني انا بضحك واخد الموضوع هزار يعني. ايوه هو هزار اصلا. ايوه انا خدت بالي. انت عارف انا امبارح مروح الساعة 11 بالليل. انا بقى ما غيرت الاربع فرق. واشيل في دي وادي في دي. مش هقول لك هزعلهم. زي الاول. انت مرفوض يا صالح. تضحك يا عم. مرفوض؟ طب انا اترفضت لوحدي ليه؟ الواد ده ما اترفضش معايا ليه؟ لا عملت له لفت نظر. يعني هو لفت نظر وانا اترفض؟ فير على فكره انا ما فسدتش عجل، يعني انا كنت واقف جنبك بس. استنى انا ما بهزرش. سامي اسمي الاستاذ سامي. اتفضل روح اعمل اخلاء صرف وسلمه للاداره. بعد كده عدي على الحسابات خد بقيه مستحقاتك. ده لو لسه ليك مستحقات، لاني خصمت ثمن الكاوتش. يعني انا بجد اترفضت كده فعلا؟ ايوه. طب انا اسف. تتأسف على ايه ولا ايه؟ انا ترفضني انا يا ولد يا حيوان. انا ترفضني يا ابني. اقفل الباب يا ابني. اقفل الباب. يا صابونه يا وز، انت سيبني بسميك ايه في الجامعه يا صابونه يا وز. انا هرجع بقى للاستاذ نزيه واقول له على انت كنت بتعمله على افلام السكس اللي طلع على السيستم. طلعت فيها الواد ده بتاع ايزي. فاكر فاكر نزيه بيه؟ نزيه بيه؟ استناه استناني هاي وحصين. استناه انا ترفد صابونه يرفدني. ماشي ماشي صابونه. الموضوع. لا انا مش ههدى ابدا وعمري ما هتراجع عن القرار اللي احنا اخدناه. استحاله. انا جاني فيه شكاوي كتير قوي. انا سمعت مره انه حاول يتحرش بمدام رشا. ايوه مظبوط فعلا يا فندم. يا ريت تكلمها كده وتسال عنها لانها هي بقى لها مده ما بتجيش البنك. كلمها كده وقول لها اي حاجه. طب ممكن تديني خمس دقائق جد؟ خلاص ارفضوا. ما انا رفضته كده كده. انا عايز اتكلم معاك بخصوص ملف السكيورتي سيستم. يا سيدي اتفضل. بص يا فندم، نظام السكيورتي الجديد الناس اللي هتركبه محتاجين 9 ايام عمل ابتداء من بكره، وبعد كده هيحتاجوا يوم كمان عشان يجربوا فيه الاجهزه الجديده. المشكله بقى يا فندم ان اليوم اللي هيجربوا فيه الاجهزه الجديده دي السيستم فيها هيقع عندنا كله لمده 2 ساعة. وايه المشكله؟ لا طبعا مشكله يا فندم، بقول لك السيستم هيقع، يعني مفيش نظام امن، يعني لا في كاميرات مراقبه ولا اجهزه انذار، حتى الجهاز متوصل بالاسم، كل ده مش هيشتغل. عشان كده انا بقترح ان هنبلغ الاسم باللي هيحصل بحيث انهم يبعثوا لنا قوات تامن البنك. ونبلغ الاسم ليه؟ احنا مش عايزين فضايح ولا جرسه ولا شوشره. دول 2 ساعة يعني محدش هيحس بحاجه. ايوه يا فندم 2 ساعة ودول مش قليلين. كمان الخزنه يوميها هيبقى فيها 15 مليون جنيه وده مبلغ كبير ما نقدرش نتحمل مسؤوليته لا انا ولا انت. اسمع، احنا نسلم الفرع الرئيسي للبنك مفاتيح الخزنه يوم تشغيل النظام الجديد عشان نامن نفسنا. اللي تشوفه يا فندم. هو ده هيحصل امتى؟ الخميس 24. الخميس 24؟ اعتقد ده تاريخ ميلاد مدام رشا. اتاكد من الداتا واقول لك.
اسم الله يا فندم، اسم الله، الله اكبر. هذه ايدك يا مرحبا، هذه ايدك يا فندم. ولانه صرنا 10 سنين ولكم وكرمال عيونكم كبرنا الجائزه وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. مسابقه الكل تعود اليكم. انت بتعمل على الموبايل ايه يا ولد؟ انا بعت الاغا. اغا؟ انت بتعرف اغوات يا ولد؟ مصطفى الاغا ما بتاع بطوله الحلم يا ابني. بطل الهبل اللي انت فيه، مضيع فلوسك على المراجيح وشويه على المشاريع الفارغه وشويه على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح، وفاكر نفسك فهلاوي يا ابني. انت هبل وريالتك تملى طش. هو جلب موزوس في منه في الثلاجه ولا خلص؟ والنبي ما في الثلاجه الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغلي ايه بقى يا ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خفيف ابنك يا رجاء، يا دي الشيله ويا دي الحطه، رحنا على جمل وجينا على بطه. واحده واحده بس يا حاجه، بطه ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يوم ما هيديني فلوس مش شغل يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطع ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا مدام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح، ما تقوم تفتح عشان تكمل شله المعاتيه. بالراحه، بيوت الناس ليها حرمه. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه يا عدك لك. خش يا عم، في ايه؟ خش. السلام عليكم، زي حضرتك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه يا ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا، خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، ندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يا نهار اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايا يا ام صالح انت. ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه؟ ماليش اسم تناديهولي. جرايا يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا. عايز تضربني؟ جرايا يا ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. خلاص يا صالح، يا صالح صل على النبي، صل على النبي. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاج، صل على النبي بس عايز نضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا اوبا وطي، هات السيجاره. حاضر حاضر. ايه انت بتدهاني؟ روح ارميها في الزباله، روح ارمي ارميها في الزباله. خلاص خلاص خلاص، معلش يا صالح. خلاص بقى معلش، خش على الاوضه، اجري على الاوضه، اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنش؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما. يا عم سيبنا احلم، البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ام نيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها؟ انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمه العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وابقى من الحوار ده. لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم مضيعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنه، هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعه نقسمهم علينا بالعدل. انا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ انت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وانا واخد كام؟ 4. يبقى اسمة العدل ولا لا؟ ظلمتك. شفت بقى؟ ولا انت البنجو بتاع عم مجدف حاسك دماغك. انا اسرق بنك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، انا اسرق بنك؟ لا
لا لا لا انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس، فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها؟ وعك عربيتك وفيلتك بملك الخاص، تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح، وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم، هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. والله ايه؟ بيقول هنسرق. بالراحه بالراحه، ده فوقي، ده اسمها استلاف، عمليه استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا غير بكره، هفكر فيها وانتوا برضه دوروها في مخكم كده. انا مش هدور حاجه في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس انت اللي اخترت يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازم السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ اقروا، انت اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت جنب مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. صالح، هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش، ده حرامي ممكن يبقى قتل قتله. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس خلاص، قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى، خلاص كده اتفقنا. ها بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو، مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع، صالح انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص بس عندي. بلغ خلاص عننا. بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي قول لي ادعى ابوه تعدي هنا على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت ادعى عمر، انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ اللي قول لي يا عم ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زقر. حلوه قوي قوي 15 يوم دي. نجيب هنا بقى ايه قاعده عربي وهنا شوايه عشان ايه هو اللي حلو؟ ايه هو قاعده عربي وشوايه ايه؟ بص يلا احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه، فما تظبطش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيه عمرك هنا. خلاص يا عم الله احنا ولا حاجه. اقعد يقول لي تقضي معلاتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى. اقعد ساكت. ايه بس في ايه؟ صالح انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد بنقفل ميه في حاله. عمرك ما عليكش حاجه. دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ دورته. وشكلها كده يعني في خطه حلوه قوي. بتطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس ثواني. صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا. زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ بقول لك لا مش بيبي. ما لو مش بيبي يا صالح تبقى انيك. اطلع يا حيوان، اطلع يا حيوان من الميه. خلاص يا عم ما تفكش فينا كده. بعمل بيبي في الميه. اهو بيعمل اهو بيبي في الميه. انت سامرها قاعد في الميه. بس بقى انا طلعت ساكت بقى. هما بيشربوها، هي بقت ورد. ده مقزز يا اخي، ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو عشان خاطر استحملوا شويه بقى، عايزين نستحمل بعض. صالح انا ما عنديش مشكله معاه. اتفضل يا سيدي. بص اتفضل. لابس ايه؟ ده انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مخصص كده. ما انت برضه الواحد ليه طاقه يعني. انا دافع عنك ولا ايه؟ ايه الخرا اللي انت لابسه ده؟ ايه يا عم ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه ده. خد ايدي بس. الله انت مش شفت. بقى وتعب بقى ساكت بقى. حاضر يا عم. حاضر حاضر. رجلك دي اسمعوا بقى يا رجاله، انا وصلت الخطه، والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان محدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره، هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه ومعانا 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا سلام يا سلام. يعني احنا كده عايزين ماسكات
وسلاح وقنبلة وشنطة كبيرة عشان نشيل فيها الفلوس. صح كده. سيبوا موضوع الشنطة ده عليا. يعني تعجبنا ده زيرو، حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغاية اخر القعدة. ليه؟ لسه في سلاح وقنبلة ووجع دماغ. لف سجارة. مرلول وجاهز. صالح انا عندي وي في موضوع السلاح ده. بتتكلم جد؟ وحياة ربنا. ازاي؟ انا عندي واحدة صاحبتي على الفيسبوك بتبيع الكتريك وسيلف ديفنس. البت دي يا جدعان جدعة جدعانة وهتعمل معانا واجب ابن لذينة في الفلوس. بتصدق قد انت اللي ابن لذينة؟ سي ديفنس ايه والكتريك ايه يا سيس؟ احنا رايحين نتخانق في المدرسة. يعني على فكرة هي ممكن يبقى عندها حاجات تانية يا صالح. ايه بقى؟ مسدسات خرز ومنشاكو مثلا؟ انا مش متأكد من ده يعني يعني مثلا شفت عندها مرة عارف النجمة بتاعت النينجا اللي هي الحديد دي اللي بترشق؟ ايوه المثلثة دي. ايوه دي. انا استقدر بكذا من قاعد معاكم والله. يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين. واحد البرشام لاحظ دماغه والتاني سيس عايز نروح نسرق بنك بنجمة نينجا. بالهداوة يا نجمة. الله كل حاجة تيجي بالهداوة. سيب موضوع السلاح ده عليا انا. اتفضل اتحفلك زي اخوك. انت بتقارني بعيل زي ده؟ ده عيل بيتشات وبيشير. بس يلا بس انا بتاعي. لا لا معلش ماشي عندك حق يا معلم زيرو. ها بقى هنعمل ايه؟ هنروح نثبت اسم ونسرق منه السلاح صح؟ لا طبعا. الواد مرجوشي ومحمد عيد كان عندهم حكايه كده من قيمه شهرين. رحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير. صباح الفل. صباح الزفت. احنا بكره الصبح باذن الله ساعه عصاري كده نعتمد الطريق نص ساعه نوصل ساعه زمن نخلص المسائل. بس احنا كده هنبقى محتاجين مواصله. طب ما احنا ممكن نروح باوبر. هو بدير ده بعيد. ولو قريب ولو في اخر الشارع يا عمرو هنروح نجيب سلاح بتاكسي. انت متخلف يا ابني. انا اسف سوري سوري يا عم. اقتراح يا صالح. مجرد اقتراح. الله. ولا عايز ايه؟ ابوك بجد واخد العربيات ومجرشها ولا انت بتشتغلنا؟ يا جدعان والله العظيم يا جدعان حلفت لكم والله العظيم ثلاثة ابويا معاقدني وساحب كل العربيات حاططها في المصنع. مفيش بره غير سامي يا جمال. سامي جمال مين؟ سامي يا جمال الفنانة. سامي يا جمال. انت قد ابن سامي يا جمال. يا ابن الرحاصة. انت متخلف يا ابني. ايه اللي بتقوله ده يا جماعة؟ ابويا واحد طول عمره بيحب سامي يا جمال. يعني اتجوز على امك يعني؟ مرات ابوه سامي يا جمال. يا جماعة ابويا معجب بسامي يا جمال يعني بيك فان لسامي يا جمال فاشترى العربية بتاعتها من مزاد. يا اختي يا حبيبي يا فنان. والعربية دي بتمشي ولا لا؟ بترقص. لا يا حبيبي العربيه بتمشي وابويا محافظ عليها ويكون في علمكم انتوا الاثنين. العربيه دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها لانها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذره تراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوه. ليه يا صعلوق؟ ليه عرفت على الرقبه ازاي؟ ايه وهيفتحها ازاي؟ بيشوف شغل الراجل في ايه؟ ايه دي هوايه بقى عشان نصلح. خف ايدك شويه. شوف صاحبك النجم بقى. خف ايدك شويه. معلش يعني دي هوايه ب 20 جنيه. ركز بس معايا انت. ركز معايا. دورك في المهمه جاي يا بطل. انا معتمد عليك اعتماد كلي. بكره رايحين نجيب السلاح. عايزك تجيب 40,000 جنيه. نعم. هجيبهم منين دول يا صالح؟ من ضرب الشرابات اللي امك بتشيل فيه الفلوس. صالح مش هينفع يا جماعه. ابويا لا. ايه ده؟ صالح هو انت عرفت منين ان امي بتشيل الفلوس في دولاب الشرابات؟ صالح انت بتفتش في دولاب امي؟ انتهى بقى يا عمرو. انت اللي قايل لي احنا بنلعب كوره. صالح احنا كنا بنلعب كوره واحنا في ثانيه ثانوي. انت فاكرها من ساعتها؟ صالح انت كنت عايز تسرقنا. لا مش للدرجه دي. لا كنت عايز تسرقنا. ركز معايا بس يا عمور. دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ بالراحه يعني. تعمل ايه يا ابن انسى؟ بالراحه. الله بكسر التابلوه عشان اطلع سكرتير الكونتات. خف ايدك يا حيوان. بيكسر التابلوه. دي حاجه بامير. تتلفي بامير. ركز معايا. انت نصيبك في العمليه كام؟ 3 مليون. غلط. 3 مليون و90 الف. 40 الف بتوع السلاح و50 الف بتوع البورصه. ها صح. شفت اللي فاكر فلوس البورصه ازاي؟ صح. عشان تعرف ان حقنا. صح. قول للغبي ده بالراحه. بالراحه. دارت يا سيع. بالراحه. بالراحه. بس 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 استنى ده المكان. انت متاكد؟ ايوه طبعا متاكد. والمعلم بدير هناك مستنينا اهو. مش بقولك ده حبيبي. طيب عمور خليك انت هنا من دور العربيه. ها احنا مش هتاخر ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. ها يا رب. حاضر. يا رب. يلا في حفظ المولى عز وجل. اصطباحتك لبن يا معلم بدير. فينك يا راجل؟ والله ليك وحشه. مش معلم بدير. معلم بدير مستنيكوا جوه. سبحان الله شبهه بالملي. بجد؟ والله. نشوف. خش
معلم بدير استباحتك لبن. ايه يا راجل ما بتسالش ليه؟ مش انا المعلم بدير، تعال معايا على جوه. والله شبهه بالملي برضه، والمصحف الشريف شبهه بالملي. خش خش يا معلم بدير، في ناس عاوزينك. يا نهار اسود، ده المعلم بدير؟ اه هو. طب وده في حد شبهه في الدنيا؟ معلم بدير عم تجار السلاح في بر مصر تمن. ايه يا راجل والله ليك وحشه. انت مين يا عود؟ مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود، انت جاي تشبه هنا؟ اسكت بقى خالص. لابو اخده سيد المعلمين، احنا كنا عايزين كام حته سلاح كده. عايزهم ايه؟ انت عندك ايه؟ اجيب لك المينيمو وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكسي او حمك؟ خلاص يا عود، عندي طبنجات وعندي آلي. هات لنا اتنين طبنجة وواحد آلي بس كومبو. وتطلع كريسبي. هات لهم يا اللي هم عايزينه. هات يا عم، انت بتفهم في الحاجات دي؟ ايه ده يا ناجي؟ ايه؟ مدينا بضاعة بايظة ولاد الكلب. بايظة ازاي يعني؟ اهو والله تقعد تدهوس عليه ما بيضربش طلق. تدهوز؟ ايه اللغه دي؟ عشان انت حمار وجاهل مش فاهم في حاجه ما تلعبش فيها. يعني انت اللي فاهم قوي. ايوه ده اسمه ذوق الامان، ده تعمله كده بكافئه. بك اسود يا نهار اسود، احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ قتله؟ احنا بقينا قتله صالح، قتله. ما تبطل يا شغل الحريم والولوله ده في عيرتنا. اخرس ياد، لا اقسم بالله هضربك بالرصاص. اه صحيح، فين السلاح؟ السلاح هناك مكان زي ما هو. احسن هات الفلوس. طيب لا، الفلوس جنب السلاح، ما احنا من الخضه والهوايه جرينا. يا نهار اسود يا نهار اسود، لا سلاح ولا فلوس؟ لا سلاح ولا فلوس؟ احمد ربنا احنا رجعنا سلام. اقول لك دي نفسين، دي نفسين عشان يروق كده. خد يا عماده. هات مخدرات دي صح؟ هات ادوني مخدرات، ادوني حقن. شكوني ابر عشان نبقى مدمنين وحراميه وقتله. المهم بس دلوقتي يا اخوانا هنجيب السلاح منين؟ صباحه ابيض. لا السؤال مش كده. السؤال هنجيب فلوس السلاح منين؟ ايوه انا بقى مستني اسمعها دي، هنجيب فلوس السلاح منين؟ من عند امك. ده عند امك، انا مش هدفع مليم تاني. جرى يا عمرو؟ انت هتدفع عشان معاك الفلوس؟ انا تعبت قوي يا صاحبي، تعبت قوي. يا عم قوم الحوار ده حوار قوي. طب خلاص خلاص يا عمو، خلاص ايه ده بقى؟ خلاص مش الجنه بتعيط بقى خلاص. قلنا ايه؟ خلاص معلش، هو انت تعبت لوحدك يا عمرو؟ ما انت تعبت وانا تعبت، هنيجي دلوقتي ونخ بدأنا مشوار نكمله للاخر. يا جماعة يعني لو فيها مشكلة أنا ممكن أروح لرجالة المعلم بدير وهم حبايب، يعني مش هياكلوا حقيقي. أنت تخلص خالص يا ابن الجزمة، ما هو كل اللي حصل ده بسببك، ده أنت قاعد تشبه راجل لغاية ما مات. خلاص، هو الواد ده هيتصرف الفلوس وأنا هتصرف السلاح. تيجي يا هوا ما تيجي، تيجي نتعلم سوا. تيجي يا هوا تعالى، ما تيجي نتعلم سوا. ابو دنيا طعم بينا هنا في تالتة تاني، عايزها شقلاطة وزروطة، يلا بينا نهيس. سموت منور الدنيا حبيب القلوب. انت فين يا غزال؟ موجودة هي زعبوب، يعني هروح فين؟ يا قلب الزعبوب من جوه. طب بقولك ايه؟ سعيد باشا قاعد على ترابيزته يغرد وحيدا، محتاج لك جامد، شكله كده مجروح. ونعمل له ايه؟ تغيري له على الجرح. انها الخطيئة، العامل وريهم. يا لوز بالشوكولاتة.
الله على دماغك يا نجم، نظبط تفسيرنا للسوار والخمره عشان نعرف نتكتك العمليه. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك، يا تهمد وتسكت تطلع بره تستنانه وتجيب الفلوس. لا بقول لك ايه، انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسيد.